اليوم في هذه الوقفة الاحتجاجية بالمحكمة الابتدائية هنا بتطوان، الوقفة الاحتجاجية الثانية بعدما كانت السابقة في يوم الخميس الفارط تنزيلا لقرار مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب في أشكال نضالية تعبيرا عن الاحتجاج والامتعاض الذي ينتاب جميع المحاميات والمحامين. ونحن اليوم بصدد ملف مطلبي تفاوض من أجله وتحاور من أجله جمعية هيئة المحامين بالمغرب رئيسا ونقباء وأعضاء ووراءها كل المحاميات والمحامين المغاربة. هذا الملف المطلبي في جزء منه يتعلق بتعاضدية جمعية هيئة المحامين بالمغرب، وفي الجزء الآخر يتعلق بالملف الضريبي وما اقترح بشأنه من تعديلات، وأيضا يتعلق بهذه الآلة التشريعية وخصوصا مشروع المسطرة المدنية الذي يعني هو اليوم أمام الغرفة الثانية غرفة المستشارين وسيناقش كذلك. ولن تخفو أصوات ومطالب المحاميات والمحامين في المطالبة بما يستحقه الأمر من تعديلات، التعديلات المطالب بها والتي هي ضامنة لتحقيق العدالة الإجرائية، ضامنة للولوج المستنير للمتقاضي المواطن للعدالة، ضامنة لحقوق جميع الأطراف المتنازعين أمام المحاكم. طبيعة الحال هذا مسار سيلحقه ما يلحقه وسيليه ما يليه من خطوات سيقررها مكتب جمعية هيئة المحامين بالمغرب لاحقاً.